لأنه الملكية تثبت بعقد رسمي محرر من قبل الموثق ومشهر لدى المحافظة العقارية. هذه هي لما نقول أنا أملك عقار، هذه هي الصيغة اللي لازم تكون ملكية العقار. بعدها أنت عندك هاد الملكية، ما تروحش حتى لو كانت الملكية ديالك ما تروحش تبني هكذا بدون رخصة، لازم تروح تطلب الرخصة من السلطات المعنية من الشباك الواحد، تطلب رخصة البناء، بعدها تنجز هذا البناء ديالك طبقا لتلك الرخصة. يعني هما طولك R plus 2 تبني R plus 2، ما ديرش R plus 4، أطولك لي فنتر منا ومن تبني رخصة يعني وفقا لتلك الرخصة. لأنه بعد الرخصة ما حش توقف هنا، بعد الرخصة كاين باش نكمل كاين ما يسمى بشهادات المطابقة. باش تحصل على شهادات المطابقة وتعتبر نفسك راك في إطار القانون لازم يعني تمر بهاد الأمور القانونية، الرقابة القانونية بعد بهاد الأمور القانونية. نعرفوا أنه كذلك أنه نسبة المشرع يعني والمشكل العقاري كان الكثير من الناس اللي بنات هذاك الوقت لانهم تصعب عليهم انهم يبنيوا بدون رخصه، بناوا في الارض ديالهم، يعني ما بناوش في ملك الغير وما بناوش في ملك الدوله. الناس اللي بنات في الارض ديالها وقبل 2008 وكانت يعني كان هاد البنايه ما كانتش تشكل خطر، يعني هناك بعض الشروط. القانون وضع كذلك قانون 1508. لكن اعتذر اني قاطعك. نعم. استاذ، ما هي الشروط القانونيه التي يستوجب ان تكون في البنايات التي يجب هدمها؟ هي كما قولوا وبالخلاف تعرف الأشياء. أنا راني نقول لك الشروط القانونية اللي تتوفر في البناية اللي لازم تكون يعني قانونية، بمعنى لا تهدم. أي بناية أخرى تبني في ملك الغير، تبني في ملك الدولة، تبني في يعني في أرضك أنت بدون رخصة، تبني وتخالف الرخصة تاع البناء اللي راك مدتها لك الدولة، يعني كل هذه الأمور، كل هذه البنايات راهي مهددة، يعني انه تكون محل تهديد.